أمسية سعيدة أبو شهيدنا الكرام، مرحبا بكم في حصتكم المحبوبة وش نطيب اليوم اللي تأتيكم على قناتكم البلاد تي في. كما جرت العادة ورقة وسيلة، اليوم زوج وصفات ضربة خوتي من الأخ، اليوم زوج وصفات بالطبع وشان ما عليكم غير تقعدوا معنا. اليوم جبت لكم قالب الدجاج بالفاصوليا، راح يكون بزاف شباب، باللوبيا مشطو، وجبت لكم تاني كيكة الرمان. راني نشوف بلي الرمان بدا يدخل راه ديسبونيبل 15 كيلو، نبروفيتيو منه الماكسيموم. نوعدكم باللي الحصه الجايه تاني راح ندير لكم مهلبيه بالرمان، راح ندير لكم ان شاء الله باذن الله عصير الرمان، باسكو فيه واحد الفوائد ما تيماجينيوش. يلا مشاهدينا الكرام، حنا قلنا اللي تجي حاجتها اللي تجي وقتها نبروفيتيو فيها الماكسيموم قبل ما يروح وقتها. يلا مشاهدينا الكرام، نقول لكم برك الحاجه الاولى، انا راح نبدا لكم بالكيكه تاع الرمان، ندخلوها الطيب في الفرن، ومن بعد كنشوفك فاش نوجدوا الطبقه الثانيه والطبقه الثالثه في المرحله الثانيه. يلا مشاهدينا الكرام، بالنسبه للكيكه تاع الرمان واش فيها، نبداو من هنا ونشوف. عندي كاس ونص تاع الماء، عندي زوج حبات تاع الرمان، عندي ثلاثه باكيات تاع فلون تاع الفراوله، عندي مغرفه تاع المايزينا ولا النشا، هذو حيكونوا وحدهم. وبالنسبه للكيكه واش فيها، عندي ثلاث حبات بيض، عندي نصف كاس تاع السكر، عندي كاس معمر مليح تاع الفارينه، وعندي نص كاس تاع الزيت، وعندي خميره باكي خميره تاع الحلويات، وعندي مبشور الليمون. الحاجه هذه سهله في سهله. يلا الحاجه الاولى واش نجيبو، نجيبو الريسيبيون هكذا كيما راكم تشوفوا معايا هنا. يلا بسم الله، نديرو ثلاث حبات بيض نتاوعنا، واحد الله اثنين الله ثلاثه. الطريقه راح تكون سهله وفي نفس الوقت راح تجيكم بزاف بنينه. يلا مشاهدنا الكرام، قلت لكم الحاجه الاولى واش نديرو، نزيدو عليها السكر، نديرو حاجه بحاجه، نطلعو شويه البيض نتاعنا مع السكر حتى وين اللون نتاعو يصبح ابيض ويتضاعف. يلا بسم الله، نزيدو عليها نص كاس تاع الزيت، راح نزيدو عليها المبشور تاع الليمونة. يلا وراح نزيدو الكمية تاع الفارينة تدريجيا. نزيدوا عليها هذاك الكيس تاع الخميره الكيميائيه. يلا مشاهدينا الكرام، عند حصلوا على الخليط ما يكون ثقيل بزاف، ما راح يكون خفيف، ما راح يكون خفيف. يلا شوفوا معنا هنا، بالنسبه مشاهدينا الكرام قلت لكم الخليط راح يكون ما ثقيل ما خفيف. نجيبوا برك هكذا كامل الجوانب فوالا بالشكل هذا، راح نخلوها على الجانب. نجيبو سنيوه اللي تدخل في الفرن، نديرو لها برك ورق الطهي، نسيو برك هادو هنايا باش تقدروا تشوفوا بيان. قلت لكم نديرو لها ورق الطهي، انا حبيت نستعمل هذا القالب، وكل واحد واش عنده قوالب في المنزل. يلا نهبطوا ندهنوها، تحبوا تدهنوها برك هنا، تحبوا تدهنوها بشويه تاع
الزبدة ولا شوية تاع الزيت. تحبوا مشاهدينا الكرام تخلوها هكذا برك. نقول لكم نتوما معليش دهنوها شوية، راح نديروا كمية قليلة هاي تاع الزبدة باش تضمنوا كما يقولوا. هي ماغريتو ماش راح تشد كامل، مي معليش باش تدي مولاكم فاسينمون. فوالا هاد لو لي سيرسو راهم متوفرين وكاين بزاف لي موديل فيهم. انا حبيت نستعلم هاد القلب اليوم. يلا نحط برك لاباط نتاعي غير بالعقل فوالا بالشكل هذا. طريقة سهلة قلت لكم برك، هاد الكيكة راح تجيكم بنينة بزاف وفي واحد لابريزونطاسيون ما شاء الله. تانيك رانا مقبلين على المولد النبوي الشريف، تقدروا تانيك ديروها في السهرة. وحنا وعدوكم ان شاء الله هاد الايامات عندنا بزاف اطباق شابين بمناسبة المولد النبوي الشريف. انا نقول لكم تاني راني شاعل الفرن على 180 درجة، ندخلوها للفرن بسم الله. راح ندخلوها للفرن مدة الطهي تاعها حوالي 15 دقيقة حتى 18 دقيقة ماكسيموم. نشعلولها من الفوق ومن التحت. بالنسبة للطبقة الثانية والثالثة راح نشوفوهم إن شاء الله في المرحلة الثانية. بالنسبة للمرحلة الأولى راح نخدمناها كيف كيف، الثانية والثالثة راح تكون قدامنا هنا. يلا مشاهدينا الكرام، بالنسبة للقالب الدجاج كما راكم تشاهدوا قدامكم في الشاشة، واش عندي؟ عندي حوالي رطل تاع لوبيا ماشطو، كنت درتها في شوية ماء وشوية ملح، طيبتها بيان ونحيت صفيتها. عندي حوالي رطل تاع دجاج مطحون، عندي حبة تاع عندي ربطة تاع معدنوس، وعندي حبيبة تاع البصل، عندي حبة تاع طماطم ما كنت طحنتها في الروبو، عندي مبشور تاع زوج حبات، قلت لك عفوا عندي زوج حبات زوج سنينات توم كنت سكرفجتهم، مغرفة تاع الزبدة، وعندي لا شابلير، وعندي حبة تاع حار مطحونة، كركم، فلفل كحل، وسكنجبير، ثلاث حبات بيض، وعلبة ياهوت طبيعي. يلا الحاجة الأولى اللي راح نديروها، نجيبوا مقلة كما راكم تشوفوا، بسم الله. هذيك المقلة واش راح نديروا لها مشاهدينا الكرام؟ راح نديروا لها هذيك المغرفة تاع الزبدة بالشكل هذا، راح نديروا لها هذيك المغرفة تاع الزبدة. وراح نديرو هذيك اللوبيا ماشطو باش ما تجيناش وحده. كنا قادرين هذيك اللوبيا ماشطو نديروها وحده لداخل في القالب، مي انا حبيت شغل نحرجها باش تجيني بنينه. يلا نخليو برك هاد الزبده حتى وين تذوب لنا مليح. بالنسبه لافيون داشي نتاعنا البولي اشي عفوا، راح نديرو كميه تاع البولي اشي هذاك. واش راح نزيدو عليه؟ نزيدو عليه شويه تاع المعدنوس. يلا شوفوا معنا هنا مليح، وراح نزيدوا عليه مشاهدينا الكرام حوالي مغرفة صغيرة تاع البصل، سنينة تاع الثوم. يلا وراح ندير له شوية تاع كركم، وشوية تاع فلفل كحل، وشوية تاع سكنجبير. فوالا، وراح نزيد له قريصة تاع الملح. يلا واش درت له؟ درت له شوية معدنوس، شوية فلفل كحل، شويه كركم، شويه سكنجبير، شويه بصل، وشويه تاع الثوم. دوك نديروا له حبيبه تاع البيض، نخلطوه بيان، ونزيدوا له لا شابلون. انا نشوفوا برك باللي هنا هذيك المغرفه تاع الزبده راهي دابت، نزيدوا عليها هذيك الكميه تاع اللوبيا ماشطو. واش راح نزيدوا عليها؟ راح نزيدوا عليها شويه تاع الملح بالشكل هذا. بالنسبه للزيبيس مشاهدينا الكرام، شويه كركم، شويه فلفل كحل، وشوية سكنجبير. فوالا، وراح نزيدو عليها بالنسبة للثوم هذيك راح نزيدوها هنا اللي خليناها، وراح نزيدو عليها تانيك هذيك الحبيبة تاع البصل، وراح نزيدو عليها مشاهدنا الكرام كمية تاع المعدنوس. يلا، وحبيت نزيد لها أنا هذيك الحبيبة تاع الطوماطيش بوكو بلوس باش تبننها. فوالا، وراح نزيد لها تانيك أنا كنت جبت حبة تاع حار وقطعتها صغيرة ولا نتوما طحنوها في روب. فوالا بالشكل هذا. يلا دوك واش راح نديرو؟ عفوا واش راح نديرو؟ راح نقليو شوية هذيك اللوبيا ماشطو في هذو الخضراوات ولي زيبيس باش تولي لنا بنينة. باسكو لو كان نديروها وحدها
مش راح تجي بنينه. يلا هذاك البصل والثوم والطوماطيش والزيبيس والمعدنوس راح يعطونا بنه ما شاء الله. دوك هذوما راح تكون كريمه، نخلوا لها شويه تاع فلفل الكحل، هذوما سي بون نرفدوهم. وراح هذيك البولي اشين تاعنا راح نديروا له حبه تاع البيض، راح نديروا له حبه تاع البيض. فوالا يلا يلا راح نديروا له حبه تاع البيض هنا، راح نجيبوا مغرفه نخلطوها بالشكل هذا، نديروا له برك شويه تاع الملح ما درتش. يلا شوفوا معنا هنا مليح من فضلكم، هم نحركوا هذاك مليح، نعرفوا برك باللي البولي اشي هو دوريجين مشمخ. صافي دير احنا علاش راح نزيدوا له هذيك لا شابلور، راح نزيدوا له لا شابلور باش يتماسك لنا وباش يجينا رطب بزاف، حوالي 2 مغارف تاع لا شابلور. نخلطوها هكذا بالشكل هذا كما راكم تشوفوا. يلا الطريقه راح تكون سهله، سخوني برك هذا القالب تاع الدجاج المطحون بالفاصون لي راح يجيكم بزاف بنين بالشكل هذا. يلا شوفوا معنا مليح فوالا، درك نزيد برك نكمل عجينه شويه برك بيدي، عفوا شويه برك بيدي باش يتجانسوا كامل المكونات. يلا مشاهدنا الكرام، بالنسبه للناس اللي لحقوا بينا دوكا، عندي شويه بصل شويه ثوم شويه معدنوس، فلفل الكحل وسكنجبير، فلفل الكحل وسكنجبير، شويه كركم، وكميه تاع الملح فوالا، والمعدنوس والبصل والثوم، هذه هي واش فيها. دوك واش راح نديرو؟ راح نجيبو قالب اللي يدخل في الفرن، هنجيبو قالب قلت لكم اللي يدخل في الفرن، والله هنا هذا هو القالب اللي راح انا نستعمله. دوك انا واش حبيت نقول لكم، حبيت ندير له شويه تاع الزيت، انتم مثلا تقدروا ديروا له شويه تاع الزبده. يلا نشوفوا برك هذيك اللوبيا ماشطو، باسكو راهي طايبه في طايبه، ومام المكونات اللي درناهم كامل مطحونين، صافي دير ما يدوش وقت بزاف. فوالا دوك نطفيو لها، نجيبوا برك بانسو، عفوا نمشيو برك هذيك هذيك الزيت ولا الزبده اللي قلت لكم عليها، فوالا بالشكل هذا. دوك واش راح نديرو؟ راح نديرو هذيك الكميه تاع البولي هكذا، نخدموها على شكل قالب، وراح نديرو اللوبيا مشطو كحشو هكذا. الطريقه راح تكون سهله، قلت لكم برك مالكم غير تبعوا معايا هنا، وراني نسيو كيفاش نجيب لكم وصفات جديده وما يكونوا تانيك شويه بريزونطابل هكذا، نابويو كامل باش تكون الحاله متجانسه، لازم في لي كوتي ولا لتحت كامل يكون نفس السمك. يلا نكملوا كما راكم تشوفوا بالشكل هذا، حتى وين نكملوا كامل الجوانب. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا معنا هنا مليح، مشاهدينا الكرام نقدروا نقصوا شويه تاع لافيون داشي نحطوها على الجانب ولا بولي اشي ونديروا غلقوا بها من الفوق، انا ما حبيتش نغلقها من الفوق باش ما تكثروش بزاف، ما تجيش غير لافيون داشي ولا بولي اشي، انا حبيت نخدم غير لي كوتي ومن الفوق نخليها هكذاك. يلا هاو القالب كيفاش راح يجيكم، فوالا قلت لكم برك كنت قادر نقص شويه كميه تاع الدجاج نحطوها نديرها في الورق الشفاف نفتحها مليح، بعد ما نحط اللوبيا ماشطو نغلق بها من الفوق، انا برك باش ما نكثروش بزاف لافيون داشي في كامل ولا البولي اشي في لي كوتي ونزيدو من الفوق باش ما يوليش لو تام كامل فيون داشي. حبيت نقول لكم برك من الفوق انا راح ندير هذه الصلصه بعلبه تاع ياهو الطبيعي زوج حبات بيض نخلطهم بها ونديرهم. دوك واش راح نديرو؟ راح ندير نفرغوا هذاك اللوبيا ماشطون نتاعنا،
بالشكل هذا. عفوا نسيو كيفاش نديروهم بالطوله، نسيو لداخل كيفاش نديروهم هكا مستفين باش كي نقطعوها تجينا داخل شابو. يلا الطريقه راح تكون روعه ما من البنا بنينا. نكملو كامل حتى وين يتعمر بيا القالب نتاعنا. نزيدو حوالي تنين هنا ما نقدروش نفدوهم بالمغرفه. فوالا نسقموها هكذا، نزيدو كميه قليله. يلا نزيدو نشوفو هكذا ونسقموها بيدنا، نساويوها مليح. قلت لكم نسيو كيفاش كامل نديروها بالشكل هذا. يلا دوك واش راح نديرو بالنسبه مشاهدينا الكرام؟ من الفوق حبيت ندير هادو زوج حبات تاع البيض مع كميه تاع الياهوت الطبيعي، حوالي علبه تاع ياهوت طبيعي مع شويه تاع الملح وشويه فلفل اسود. راح تتماسك لنا هذيك الفاصوليا لداخل، وتانيك راح يعطينا جو بزاف شباب. راح ندير هذيك العلبه تاع الياهوت الطبيعي، شويه تاع فلفل اسود، كميه قليله تاع الملح، فوالا، ونزيد عليهم هذوك الزوج حبات تاع البيض. اللي ما عندوش ياهوت طبيعي يقدر يستغنى عليها. نجيبوا هذا الفوي نخلطوها كما راكم تشوفوا هكذا، فوالا. دوك واش راح نديرو؟ طريقة سهلة، راح نديرو هكذا من الفوق، فوالا، وندخلوها للفرن حتى وين تنشف لنا مليح. أنا نقولكم برك بلي الفرن تشعلو مية على 180 درجة من الفوق ومن التحت. ندخلو القالب نتاعنا للفرن، نروحو فاصل قصير ونرجعو ليكم باش نشوفو باقي الوصفة. يلا مشاهدينا الكرام، رانا رجعنا لكم بهذه الطاوله اللي كنا وجدناها كيف كيف. شوفوا برك انا بالنسبه لهذيك الكيكه تاع الرمان اللي قلت لكم عليها جات روعه ليكيبا. شوفوا برك حبيت نقطع لكم برك قطعه. يلا انتم برك خلوها تبرد مليح وتناولوها، راح تجيكم ما شاء الله ليكيب. شوفوا برك تانيك القوام تاعها، ندور لكم هكذا باش تشوفوا الكاميرا مان في زوج منه ومن القوام تاعها كيفاش راح يكون. شوف خفيف بزاف بزاف بزاف، والكيكه راح تجيكم ما شاء الله، راح تجيكم بزاف خفيفه. وقلت لكم نبروفيتيو الماكسيموم باش الرمان ما نخليوهش يروح قبل ما نبروفيتيو منه. بالنسبه تانيك مشاهدينا الكرام، هذاك القالب اللي خدمناه كيف كيف جانا ما شاء الله. شوفوا برك نرفدوا هذه تاع الوسط باش تشوفوا الداخل. انا كنت قطعتها وقدمتها مع الشرائح هذوما تاع الخيار، وانتوما شوفوا كيفاش ديروا لا بريزونطاسيون اللي تحبوها. شوفوا برك كيفاش اللوبيا ماشطو لداخل، قلت لكم ديروها كامل ستفوها مليح. وهذيك لاصوص اللي درناها شوفوا هنا من تحت تاع البيض والبطايا الطبيعي، والبولي اشي كيفاش راهو ساير داير كما يقولوا بزاف بنين. هذا هذا لازم كامل تجربوه، راح يجيكم تانيك خفيف. نهاية الحصة مشاهدينا الكرام، نقول لكم اقعدوا اوفياء دائما لبرنامجكم واش نطيبوا اليوم. استناونا دائما في اعداد جديدة بوصفات جديدة. سلام.